معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم فريحي، صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وطاي شوري، ويقال لأنك قمت وخلصتنا، بالإضافة إلى ألحان القيامة. القراءات، قراءات اليوم من قطمارس الخمسين المقدسة. السنكسار لا يقرأ. الدورة ثلاثة بالهيكل وثلاثة بالكنيسة ثم واحدة بالهيكل. الأيقونة القيامة. الثلاث تقديسات، الثلاثة قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات ارحمنا. الأوشية الموسمية، الأهوية والثمار. القسمة تقال قسمة عيد القيامة المجيد. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطقس الفريحي. ختام الصلوات ابقورو انت ابقوقو افتون في فول خني اثمو اوت خن بي اهقو اما شمت. ملك المجد قام من بين الاموات في اليوم الثالث. من مزامير أبي داود النبي، بركاته على جميعنا، عادلة هي معونتي من عند الله المنجي المستقيم القلوب. الله قاد عادل وقوي وطويل الروح، هللويا. الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. فقال له الفريسيون: أنت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حقا. أجاب يسوع وقال لهم: وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب. وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب. أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحدا. إن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. والمجد لله دائما. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. النهارده يا احبائي الثلاثاء الثالث من الخمسين المقدسه،
وإحنا في أفراح القيامة بنعيش يعني مع المسيح الحياة الجديدة والطبيعة الجديدة اللي ربنا يسوع ادهلنا بقيامته والخلاص اللي ادهلنا وأصبحنا خليقة جديدة. النهاردة إنجيل القداس بيكلمنا من إنجيل يوحنا إصحاح الثامن، وسيد المسيح بيعلن لنا إن هو نور العالم، يقول لنا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. الحقيقة المسيح هو نور العالم، وأولاد الله هم بيقطفوا أثر المسيح وبيبقوا زيه في كل شيء، ينظروا لي ويتمثلوا بي في كل شيء. ونلاقي موضوع القرايات النهاردة بيحكي الخطوات اللي لازم أكون فيها أو أمشي عليها علشان أوصل لهذا النور. يا ترى المفروض أبقى أكون عامل إيه؟ في إنجيل العشية يكلمنا من إنجيل متى إصحاح 18، وربنا يسوع يقول من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. الحقيقة أول حاجة تخلينا أولاد الله ونبقى شبهه ونبقى نور العالم هو البعد عن العثرة. يعني يبقى شكلنا قدام العالم إيه؟ إحنا أولاد المسيح، يا ترى إحنا مرايته أو إحنا شبهه ولا إحنا شبه العالم وبنعمل أمور العالم؟ أحيانا بنعمل عثرة بقصد أو بغير قصد. معلمنا بولس يقول صرنا منظرا للعالم. الحقيقة الموضوع ده مش بتهاون، لا، احنا صورة المسيح. يا ترى العالم هيشتم فينا رائحة المسيح الزكية؟ يا ترى العالم هيشوفنا احنا رسالة المسيح المقروءة؟ ربنا يسوع ما كانش يطلب مال العالم، ربنا يسوع كان طول الوقت عاوزنا نطلب ملكوت السماء، طول الوقت نفكر في الإلهيات، طول الوقت نبقى مشغولين بالسماء ونبقى الخليقة الجديدة اللي ليها العين البسيطة، اللي ليها العين النقية، اللي ليها الفكر النقي اللي يليق بأولاد الله، يليق بأولاد الله. فأبعد عن العثرة سواء بقصد أو بغير قصد. أولاد الله لازم يحسبوا كل حاجة، كل كلمة بيقولوها، كل حركة بيتحركوها، كل فكر صادر عنهم أو كل كلام صادر عنهم، لأن ربما يعثر معناها يتعب الناس، يتعب الشعب، يتعب أي حد حتى مش على صورة الله. يمكن في التاريخ شفنا الزعيم الهندي مهاتما غاندي وهو بيقول يعني وإحنا في مرارة نفس الحقيقة، يقول لولا المسيحيين لصرت مسيحيا. قد إيه إحنا ما كناش الصورة الحلوة للمسيح. الحقيقة المسيح كان ليه قوة تأثير قوية جدا على كل اللي حواليه، كل اللي يشتم ريحة المسيح كان على طول بيجري وراه ويبقى تلميذ ليه. يا ترى إحنا العالم يشتم فينا هذه الرائحة، ريحة طهارة المسيح وودعته ولطفه وطول أناته؟ لو أول حاجة تخليني ماشي في طريق النور أو أنا بكون متمثل بالمسيح الذي هو نور العالم إن أنا أبعد عن العثرة. في إنجيل باكر يكلمنا من إنجيل متى عدد 17 ويقول لنا لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. تاني حاجة الريات النهاردة الكنيسة بتحط عيني عليها علشان أسير في النور هو يكون لي الإيمان، والإيمان ده مهم جدا لأنه ثمر، يعني ثمرة من ثمار الروح القدس. ثمر الروح القدس فرح وسلام ومن ضمنهم إيمان. يا ترى أنا لي الإيمان الاختباري بالله؟ الإيمان الاختباري ده ما بيجيش يعني هباء، مش بيجي كده بدون رصيد لي مع ربنا. إيمان أولاد الله العامل بالمحبة. في كورنثوس الأولى وعدد وإصحاح 12 عدد 9 يقول يعني نلاقي إن هو إيمان، إن هو ثمرة من ثمار الروح القدس. وكمان معلمنا بولس في غلاطيا إصحاح 5 وعدد 6 يقول لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الإيمان العامل بالمحبة. الإيمان مش مجرد كلمات إن أنا بقولها، مش هو قانون الإيمان اللي أنا بكرره في كل قداس أو في كل صلاة من صلوات الأجبية، لكن هو إيمان عامل بالمحبة. من ضمن أهميته
معلمنا بولس في كورنثوس الثانية إصحاح 13 يقول اختبروا أنفسكم هل أنت في الإيمان؟ أنهي إيمان ده يا رب اللي أنت عايزني فيه؟ هل الإيمان اللفظي، إيمان الكلام، إيمان المعلومات، ولا الإيمان الاختباري؟ أبائنا القديسين كان ليهم إيمان. لما نلاقي يعني نفتكر الإيمان على طول نفتكر أبو الإيمان، أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم ده اللي كان كل حياته عبارة عن خيمة ومذبح. أبونا إبراهيم ده من الناس الغنية في الكتاب المقدس ماديا، ومع ذلك طب يا أبونا إبراهيم ابن بيت زي اللي موجود في عصرك، لكن هو بالنسبة له أنا يعني بالنسبة لي هي الخيمة. طب ليه الخيمة يا أبونا إبراهيم؟ علشان أنا يعني مش مركز على الدنيا، مش مركز في حاجة، لكن أنا يحلو لي الترحال مع المسيح من مكان لآخر علشان مركزش على حاجة معينة ويبقى أملي فيها. وحياته كلها مذبح. المذبح ده هو اللي خلى إيمانه إيمان قوي. في كنيستنا يمكن كلنا بنحب أبونا القديس العظيم البابا كيرلس السادس، وكان أهم حاجة في حياة هذا الرجل القديس هو المذبح اللي طول الوقت بيلقي عليه صلوات ويلقي عليه مشاكل الناس وهمومهم، وكان المذبح كفيل أن هو يحل. المذبح يدي حياة الإيمان، يدي حياة الإيمان. ثالث حاجة تخليني أحيا في النور هي أقدر أخدها النهاردة من معلمنا بولس ورسالة روميا الإصحاح الثاني، يقول وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطوعون للحق. لا يطوعون للحق دي معناها إن هو إنسان حقاني، لأن هو عبارة زي إلهه زي سيده، فهو سيده قال أنا هو الطريق والحق والحياة، فبالنسبة له مهم جدا إن هو ياخد حق ربنا. بس ياخد حق ربنا من مين؟ الحقيقة ياخد حق ربنا من نفسه. يعني يا ترى يعني أنا فيا إيه للمسيح؟ يسأل نفسه كل واحد فينا. يعني مهم جدا يقعد علشان يعطي حساب نفسه، يا ترى أنا أسلك في الحق، يا ترى أنا فكري في الحق، يا ترى أنا مشاعري في الحق، يا ترى أنا إرادتي بتسير نحو الحق. الحقيقة مش الحق إن أنا أخد حق من الناس. كتير مننا بيهتم إن هو ياخد حقه من الناس أو ياخد حق ربنا من الناس، لكن قليل مننا اللي ياخد حق ربنا من نفسه. ياخد حق ربنا يعني وقته يدير ربنا، يدي يعني ربنا بيهتم قوي بالعشور، عشور الوقت بتاعتنا. يا ترى احنا مهتمين ان احنا نديها لربنا، ان احنا نبقى مركزين مع ربنا في ان انا اديله حقه، اديله ما يليق به من مجد. مش الموضوع موضوع ان انا اقول المجد ليك يا رب وبس، لكن مهم جدا عند ربنا ان حياتي تشهد لهذا المجد الذي يعطى لله. رابع حاجة نقدر نستشفها من الكاثوليكون وهي حياة الاستعداد. الكاثوليكون من رسالة معلمنا يوحنا الأولى وإصحاح 18 يقول أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة. هي الساعة الأخيرة. الساعة الأخيرة دي بتحط عينينا على فكرة الاستعداد الدائم، حياة الاستعداد. معلمنا بولس في أفسس يقول حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. استعداد إنجيل السلام. يا ترى أنا حياة الاستعداد دي اللي هتخليني توصلني إن أنا عايش في النور وأنا شبه مسيح الذي هو نور العالم. يا ترى حياة الاستعداد دي أنا مستعد فعلا إن أنا أسافر للمسيح في أي لحظة. يا ترى أنا حياتي جاهزة. يا ترى أنا فكري جاهز. يا ترى أنا جهزت فكري وجهزت مشاعري وجهزت حواسي كلها للمسيح. معلمنا بولس يقول إذ لنا الحواس مدربة. مدربة إن هي خلاص إن أنا أخلع هذا الإنسان العتيق وألبس الجديد الفاخر زي ما بنقول في التسبحة. يا ترى إحنا عايشين لهذا الاستعداد؟ يا ترى إحنا في دماغي السماء، في فكري السماء والحياة الأبدية طول الوقت، ولا مشغولين بالعالم؟ يا ترى بنروح الكنيسة مرة في الأسبوع ولا مرتين علشان نخدر ضميرنا؟ أقول لنفسي أنا رحت لربنا، أو أنا خلاص أنا صليت القداس، أو أقول مزمورين وأقول خلاص أنا صليت اللي عليا. طبعا افعل هذا ولا تترك تلك. يعني مطلوب مننا إن احنا نبقى بنصلي القداسات وبنصلي مزامير الأجبية وبنقرأ في الإنجيل وبنعيش حياة الإنجيل، لكن يعني كل ده مش علشان إن أنا يعني اديت ربنا
حقه، فضميري خلاص يبقى عندي بر ذاتي ان انا ضميري مخدر وخلاص على كده. لا، لازم كل واحد فينا يبقى بيستعد للسماء. الحقيقة حياتنا هي هنا هي عربون للسماء. كل اللي فينا احنا الكنيسة طول الوقت مهتمية ان هي تخلينا في القداس كأننا في السماء بالظبط. حطلنا ايقونات في كل مكان علشان تقولي في الكنيسة في السماء هتشوف القديسين في كل مكان. بنشم ريحة البخور في القداس علشان تقولي ريحة السماء رائحة زكية. بنسمع الألحان، والألحان دي مهمة جدا للنفس علشان الكنيسة تقول إن في السماء في راحة داخلية، في سلام داخلي هيكون هناك. فطول الوقت عيني على السماء، فحياتي هنا على الأرض هي عربون للسماء. العربون ده يا ترى يشهد للمسيح إن أنا هكمل معاه بهذا العربون. الحقيقة اللي عاش هنا هيكمل هناك زي هنا بالظبط. يعني اللي عاش هنا في طهارة وداع وبر وصلاة وقداسات وصلوات لا تنقطع وكلمة ربنا يحيى فيها وعايش حياة طليق بأولاد الله، الحقيقة في السماء هيكمل كده. واللي عايش هنا للعالم يعني الحقيقة مش هيكون ليه مكان في السماء. خامس حاجة نستشفها يقول في الكاثوليكون برضو، يقول وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس. مسحة من القدوس دي تشاور لنا على حياة الامتلاء. الحقيقة امتلاء من الروح القدس. ربنا يسوع قال لنا لا أترككم يتامى، لا أترككم يتامى، لكن أرسل لكم الروح المعزي. الروح المعزي، طيب الروح المعزي ده هيبقى فين فينا؟ الحقيقة هو هيسكن في داخلنا، هيكون جوانا. ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ يعني روح الله جوانا. المطلوب مننا إحنا في فرق كبير ما بين حاجتين يمكن مش بنبقى مدركينهم كفاية. أول حاجة هي إن سكن الروح القدس. أول ما بننزل المعمودية بروح القدس يسكن في داخلنا، لكن في حاجة تانية مهمة جدا مرتبطة بالسماء هي الامتلاء بالروح القدس. يا ترى أنا ممتلئ بروح الله القدوس؟ يا ترى روح ربنا بيقودني في حياتي فعلا؟ فالكاثوليكون يقول لنا علشان تمشي في النور لازم تكون ليك مسحة من القدوس، لازم تكون ممتلئ بروح الله القدوس. سادس نقطة نستشفها من الإبراكسيس من سفر الأعمال والإصحاح الرابع، يقول لنا في عدد 29 وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. أولاد الله طول الوقت بيتكلموا بكلمة الإنجيل. الإنجيل مش مجرد معلومات، لكن الإنجيل هو يعني الحياة تبقى مملحة بكلمة الإنجيل. حلو جدا لما نلتقي كأسرة أو كأصدقاء نبتدي نتكلم مع بعض بكلمة الإنجيل، يبقى كلامنا مملح بكلام الإنجيل. الحقيقة في العهد القديم من ضمن الحاجات الملفتة للنظر هو لبس هارون الكاهن. لبس هارون الكاهن كان في نهاية اللبس كده بنلاقي فيه جلاجل، والجلاجل دي بيبقى فيها ثمر الدوم، وكان إشارة لمعنى معين. وكان ربنا يعني كان كل ما يمشي الكاهن يعني الجلاجل تخبط في الدوم فتعمل صوت. طب أنت يا رب قصدك إيه من الموضوع ده؟ هو كأنه بيقول إن إنسان الله يجب أن يعني يبقى ماشي بيجلجل بكلمة الله، يبقى كلمة الله في يعني في حياته، في حياته مش مجرد حتى فكره بس، في فكره وفي قلبه وفي لسانه وفي كل حياته. هو الحقيقة مش هنقدر نتكلم بكلمة الإنجيل غير لما نكون ممتلئين من روح الله القدوس. زي ما قلنا في الأول يا أحبائي إن كان الإنجيل بيكلمنا عن المسيح لما بيقول لنا أنا هو نور العالم. ربنا يدينا أحبائي نبقى متمثلين بالسيد المسيح لكل المجد، ونبقى صورته ونبقى مثاله، نبقى يعني متشبهين به في كل شيء، ونكون نور العالم زي ما هو كان نور العالم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.